للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب. بعد التحية السيد العليوي، يعني كيف ينعكس دعم جلالة الملك المعظم المتواصل للرياضيين والحركة الرياضية بشكل عام في مملكة البحرين؟ كل الشكر والتقدير والاحترام لكم على هذه الاستضافة. تشرفت بحضور حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقد شمل الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم العديد من القضايا والمواضيع التي تخص الشأن المحلي والإقليمي والعالمي، وقد تطرق جلالته بالإشادة إلى الإنجازات الرياضية الكبيرة التي تحققت باسم مملكة البحرين، وأن الحركة الشبابية والرياضية في البلاد تحظى برعاية كريمة ودعم كبير من لدن جلالته حفظه الله ورعاه. وبلا شك جاءت كلمات جلالة الملك المعظم الرياضي الأول في المملكة معبرة ومشجعة لكل منتسبي الحركة الرياضية في البلاد لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية مستقبلا من أجل رفع راية الوطن الغالية. من هذا المنطلق أؤكد بأن هناك دور مهم وكبير على السلطة التشريعية في مواصلة دعم قطاع الشباب والرياضة في البلاد من خلال تشريع وتطوير القوانين الخاصة بالرياضة من أجل مواكبة التطور الكبير التي تشهده الحركة الرياضية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، ولكي تتمكن رياضتنا من مواكبة هذا التطور والمنافسة في إحراز المزيد من الإنجازات والوصول برياضتنا إلى العالمية، وهذا طموح وحلم كل مواطن بحريني غيور ومحب لوطنه. نعم سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب، كل الشكر لك على هذه المداخلة.